شلونك يابا؟ هلا بيك، هلا استاذ، هلا بيك. شنو الموضوع؟ منو ذولا اللي انت دازه صورهم للاعداد؟ وشنو القضيه؟ ذولا هذا واحد، اول واحد هذا السائق اللي يوديني ويجيبني يدزوه علي، يعني ياخذني يعطوني الثمانيه. منو اول واحد؟ ابو الابيض؟ ابو الابيض، اي هذا ابو. شنو اسمه هذا؟ هذا اسمه جاسم، هذا سايقهم. هذا السايق؟ هذا السايق. زين اوقفي وياي، هذا منو هاي الصوره الثانيه؟ هاي الثانية هذا واحد شفته سلم عليهم من كانوا يجون ياخذوني. زين. كانوا ياخذون بيعطوني قرض. زين. وهاي الثالثة شنو؟ اي هو؟ هذا الناشط محمد الزيدي. اي هاي هو هبني صوره، هو دا ينشر، يعني شلون هو قلبه محروق على الناس، هو خوش انسان، هو يعني زين. هاي يطلع يحكي هو اكبر كذاب واكبر حرامي. اكبر حرامي واكبر. شنو دليلك امي؟ شنو دليلك على هذا الكلام؟ دليلي هم جم اخذوني وقعوني، اخذوا بصمتي وكل شيء ما اعطوني، لا اعطوني قرض، لا شفت منهم قرض، اخذوا بصمتي وراحوا. ايش قد القرض؟ ايش قد القرض؟ القرض 2 ملايين، ثاني يوم جم اخذوه. لحظة، خليني اكون اني محامي الشيطان. اي تمام؟ انت اليوم هذول الناس اللي انت عرفتي صورهم على الشاشة. أي. هذول الناس عندهم شركه مال قروض وفايز لو شنو؟ لا والله استاذ ما اعرف، اني ناس اعطتني رقم هذا الناشط المدني محمد الزيدي. محمد الزيدي إيه الاسم الحرامي. اي هذا هو جاب لي ذوله، جاب لي اربع زلم، بعد اثنين ماكو، ما عندي صورهم. زين. واحد اسمه حسين محمود عامر الزوبعي، حسين الزوبعي. زين. هذا اكبر حرامي، ولا اسمه ابو سجاد. زين. ما اعرف اسمه. اي هو هذا الناشط المدني جابهم علي، وياهم نسوان ثلاثه، هاي تاخذني على صفحه تجرني تقول لي ترى هاي مو مرته، وهاي تجيبني يمها تقعدني تقول لي هاي، يا بان شنو علاقتي؟ شنو مرته؟ شنو مو مرته؟ هاي ذن على اساس ذن نسوانهم، هم دا يعطوني قرض ثمانيه شلعه وقلبي من 20 برمضان 15 يوم يفرون دي يعطوني ثمانيه ردوا اخذوها ثاني يوم. انطوك 8 ملايين، لحظه وحده، انطوك 8 ملايين. اي منو سلم لك اياهن؟ سلم لي اياهن هم بيتهم بالمنصور ورا بابيلون، محمد الزيدي وسايقهم وحسين ابو عمر الزوبعي وابو سجاد. زين. ابو سجاد سلم. من الطوش 8 ملايين امي، من الطوش 8 ملايين وقعوك على شيء؟ اي شنو؟ وقعوني على ورقه، مو اني تعرف اني الا البس نظاره الموبايل والكتابه، الا البس نظارتي، فهم قالوا لي قوم وقعي بنطيك الثمانيه. زين. على اساس انه هاي وصل امانه بالثمانيه. زين. قمت وقعت، وقعت من غير ما اعرف، بس ورقه ما مكتوب بها شيء، فارغه. الورقه فارغه؟ اي فارغه ما بها شيء. زين اوكي، لحظه امي، لحظه إيه؟ خلي شويه حتى الناس تفتهم، ها والقضاء يفتهم والناس المعنيه تفتهم، اسمعيني. اي انت وقعوش على 8 ملايين، وقع انت تقولين الورقه فارغه. اي بيها انت شلون وقعتي على ورقه فارغه؟ اسمح لي استاذ عدنان، بيها هيك كتابه جوا كتابه، هيك يعني حرف جمله واحده، جمله جوا جمله هيك، بس زين. الباقي الورقه كلها فارغه، على اساس هذا وصل امانه بالثمانيه. زين تمام، استلمتي الثمانيه؟ استلمت الثمانية، ثاني يوم جوا علي دزوا السايق، كان يقولوا لي هسه تجيبين الثمانية. ليش؟ ليش؟ كان يقولون احنا اختلفنا بيناتنا، اي وتعال واحنا نجي، احنا تعاركنا واحنا نجيب لك غيرها 10 ملايين، محمد الزيدي قال لي وابو عمر. يعني اجى عليك الناشط محمد الزيدي قال لي جيبي الثمان ملايين. زين رجعوا لك وصل الأمانة؟ ابد ما رجعوه، ابد يابا، والوصل قالوا لي تعاي للمطعم، تعاي نطيك اياه، رحت من الصبح لليل انا بمطعم حج حسين وما يردون علي، والسايق عافني وراح، على اساس السايق جابني ببني بالمطعم وهم يجون بالليل يعطوني الوصل، محمد يعطيني الوصل، قال تاخذيه مني هذا الوصل من زين. عندي. اي اخذ الثمانيه ولا شفتهم ولا شفت الوصل ورا شهر. جو النوبة حسين الزوبعي ومحمد الناشط. نعم. وسايقهم ثلاثتهم، اي على اساس يجون الصبح بالعشرة، ما اجم انتظرهم من 10 الصبح ما جم لليل،
جابوا لي 10 اساس هاي قرضة من عندهم حسنة من غير ما اوقع، يعني هاي من عندهم في سبيل الله، مو عطية لا، يعني ارجعها ورا سنة بس من غير ما اوقع. زين حسبوها على دي وقعدوا هذه ولان حسبوها شو حسبتها 10 مضبوطة، قاموا كان يقولوا لي قوموا واقعي. قلت له شلون انتم مو قلتوا لا توقعين؟ انا مو عندكم البصمه مالتي القديمه يما ابو سجاد. زين. لا لو ذيك راحت يما ابو سجاد، اي هسه احنا راح نعطيك 10 واقعين. قلت له شلون انتم مو قلتوا لا توقعين؟ قالوا شلون ام حلا هو هذا الناشط نفسه محمد الزيدي قال لي ام حلا هاي فلوس يضمنون حقهم. زين. يلا حقهم. اي قمت وقع انا باو استاذ عدنان لان اباوع الساعه 12 بالليل انا نظرت بالغرفه انقطعت نفسي ورحت نمت قلت ما يجون. قمت ها اباوع لان هاي ورقه شبيهه ونبحث لي كلمه عقار لي فوق. قلت لهم هاي على شنو وقعتوني؟ اخذوا العشره ما اريدها اعطوني هاي شنو؟ كان يقول لي ها هي ها هي روحي ها هي. شنو الورقه المكتوب بها عقار؟ جو يقتلوني. تسمع استاذ عدنان جو بساعه انا بايعه مطبخي بايعه مطبخي مع عيني بالقاع والسكاكين بالقاع فاتوا للمطبخ يدورون انا وحدي هنا عايشه فاتوا للمطبخ يدورون سكينه يقتلوني. ها بعدين طلعوا قلت لهم توسلت بيهم قلت لهم زين بس خلوني اصورها زين خلوني اصورها صورتها طلعت يا استاذ عدنان انا متنازله ببيتي لهم ها. وثاني يوم لميت القرايب ولميت الدنيا وخابراهم ودزوها. زين لحظة لحظة حتى بس وقت خلاص بس انتظريني. انت إيه؟ اليوم انت اليوم هسه يجون يوقعوك على التنازل مال البيت، ليش؟ انت قرايبك هم انت على اساس توقعين تنازل عن بيت؟ البيت ايش قد يسوى؟ لحظة لحظة بيتك ايش قد يسوى؟ بيتي يسوى له 500 مليون. 500 مليون؟ ايه. واجوي دا يوقعوك انه او وقعوك انه تتنازلين عن البيت؟ انا ما ادري على شنو. ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف حتى لو ايش قد كان وسط الامانه. اسمعني اسمعني استاذ عدنان اسمحني انا على اساس وصل الامانه بهاي العشره اللي جابوا لي اياها طلعت هاي كلمه عقار لي فوق لمحتها. اي ثاني يوم انا جمعت الناس كلها هنا يمي وعيط وابكي ما نمت نصبح وادي شهود ونص الليل كله بثلاثه ادق عليهم ادق على الناس اللي اعرفهم وجو الناس قالوا هسه فجعون الوصولات هسه وقعتوا المراه عليهم هسه ورجعوهم مزورات بيسايقهم واخذوا العشره وعندنا تصوير ام حلا ام حلا الوقت انتهى الاسبوع الجاي اخذك صوت وصوره. اي والله اذا ما تطلعين صوت وصوره انا ما اقدر اخذك بعد. لا 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 لانه الموضوع هذا كبير. هاي شنو سالفه مال يوقعون الناس على تنازلات بيوتهم؟ شكو هاي وين احنا؟ ايه؟ مافيات؟ لا يلا ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا لك ام حلا.